شنو اخر في الشفوي؟ مثلا انجاز الدرس، انجاز درس، مزيانه هذه الفكره ديال انجاز درس. وغالبا كتعطى، قالوا لي نوض للسبوره قدم لينا درس، يقدروا يعطيوك درس، يقدر يخليو لك الاختيار. اذا من الاحسن انا ندرب على واحد الدرس، واحد الجدله تكون عندي محفوظه، حافظ الخطوات ديالها، حافظ الوضعيه ديالها، حافظ. ثم حتى الا فاجئوني بشي درس معين ندير الطريقه اللي قلت لكم، دغيا نبرمج درس، نخطط على مستوى الدين، نخطط الدرس، غادي نوض للسبوره ما كاينش لي ماركو. اذا خصني نديهم معايا، ديتهم معايا، لقيت الصبرة ديال الطباشير. إذا خصني ندي معايا الطباشير، ندي جميع الاحتياطات. قالوا لي قدم درس، كناخذ المحفظة ديالو ونخرج برا، نخرج وندخل. لأن علاش؟ شوف، راه تقدر تقدم درس بطريقة أخرى، ولكن واش غتقدم درس والقسم خاوي ما فيه حتى واحد؟ مايمكنش. تقديم درس يقتضي أن ذاك القسم عامر، إذا أنا كنخرج وكندخل وكنتصور ذاك القسم عامر وكنتفاعل مع ذاك الفراغ، كنمثل. طرحت سؤال، شكون يجاوب؟ كناخذ ورقة ديال تسجيل الغياب، غنبدا بتسجيل الغياب، وكنعيط على أسماء، زكريا الحمري، أسامة بوهندي، حميد حقيقي، تذكر غير صحابك، شوف غير صحابك، الجيران، العائلة، وحدهم، غير هذوك اللي ساكنين حداكم، غتذكرهم اللي قراو معاك، الأساتذة ديال الجامعة. باش ما نبقاش حتى نقول سعيد، لان دوك الكنيات ما كيحضروش دوك الكنيات، ولا تبقى تعاود نفس الكنيات. قلت له عاودت الكنيه ديال الاسره ماشي مشكل، جيت فلان ما كاينش ياك، ما كاينش الياس العمري، ما كاينش انس حكم، زينب العمراني، سيرو جيبوا الورقه، متغيبين. ساكت، اذا وليتي هذاك ديال الصالح هذاك اللي شوف، كنعطي المهله ديال الاجابه. مثلا بحال اللي قلت لكم دابا، قلت لي انس حكم، زينب العمراني، سيرجيو بلوركا، يعني هما علاش استاذ؟ لانكم تغيبتوا. بديت الدرس ديالي صافي، ساليت من تسجيل الغياب، كنقول كلفتكم بواحد الاعداد القبلي، قلت لكم بحثوا على هذاك الدرس، ذاك الدرس نشوف شي حاجه، فهم التوحيد مثلا ولا اقسام التوحيد، بحثوا ياك، كل واحد يحط ذاك الاعداد حداه، وناخذ شي ورقه اخرى، زعما الورقه ديال التنقيط، ديال التنقيط، تعال مزيان راقب لهنا، ما درتيش، علاش؟ وكان الجلد كله. صافي كدير انك مصايبها، كتبدا اذا الدرس ديالنا اليوم حول التوحيد وادلته. بعدنا اللي طبعا كاين درج ديرنا من الخلف التزكية، وغتقسم الصبورة كاع داكشي غدير، أنا غير كنعطيكم أمثلة، غتقسم الصبورة على إلا كانت صبورة وحدة وفيها الجناحين نقسمها على جوج، كانت وحدة وفيها جناح واحد نقسمها على جوج، على يعني على ثلاثة، على ثلاثة، يعني كندير بحال هكا. المهم خصهم يكونوا أربعة، في حالة كاينة غير هي بوحدة ما نقسمهاش على أربعة، نقسمها غير على ثلاثة، إلا كانت غير هذه بحال هكا، هذه راه كبيرة، غالبا في المؤسسات العمومية كتكون غير وحدة طويلة، ما كيكونوش دوك الجناحين. صافي كنكتب التاريخ، خذوا الدفاتر وكنبدا الوضعية المشكلة، هما راه غير غدير واحد شوية في الدرس غيحبسوا. حيت هما الهدف غير يشوفوا واش نجحتي في هذيك اللقطه ولا ما نجحتيش، الا درت غير هذيك الدخله ولا سجلت الغياب بهذيك الطريقه وكذا، صافي يقول لك واه شاف الطريقه مزيان، صافي راك نجحتي في هذيك. هما باش ينقطوا لك على هذيك النقطه والتواصل والحركه وتتحرك في ذاك القسم، وسط ذاك القسم كتحرك وسط القسم،
فين هو التبديل؟ ها؟ باش تجي الكتاب. الأولى أنني نهضر باللغة العربية ولكن كندخل شوية الدارجة. فهمنا؟ وما راه باغي شي عقوبي. حيت حنا أصلا دابا اللغة العربية اللي هي مقبولة وسلسة في السمع هي اللي فيها مخلطة شوية. مخلطة وما مشكلاش حتى باش كنسمعوا مثلا في شي برنامج تلفزيوني ولا في شي ندوة ولا اللي كنرتاحوا ليه وهذاك اللي كيهضر بديك اللغة العربية البسيطة السلسة. أما هذاك اللي كيبدا يشكل راه غالبا واخا هذاك هو الأصل غالبا ما كنرتاحوش ليه.